بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن الذرة السكرية. الذرة السكرية أو السويت كورن، السويت كورن اللي هي الذرة السكرية يا جماعة دي، يعني احنا عندنا انواع كتير من الذره. يعني ايه بقى ذره سكريه؟ الذره السكريه دي باختصار شديد يعني بيتناولها البشر، شيء زي ما انت شايف ذره عاديه خالص، بس فيها نسبه سكر عاليه، فيها نسبه سكر عاليه، نسبه سكر عاليه. الذره السكريه اهي شايف قدامك، هي مش ذره صفراء ولا حاجه، لا دي ذره سكريه تمام، بتتاكل عادي خالص، خضره عادي بناكلها عادي، خضره مفيش اي مشكل خالص فيها. نسبة السكر فيها ممكن توصل ل 15% 20%. ليه؟ الذرة السكرية دي بقول نسبة السكر فيها في سويت كورن وفي سوبر سويت كورن، تمام، على حسب الدولة اللي بتنتجها او الشركة اللي بتنتجها. في اصناف منها عالية في نسبة السكر، قد تصل ل 20% نسبة سكر، لدرجة انك بتحس لما الكوز بيستوي كده انك فعلا بتاكل في سكر، تمام، انك فعلا بتاكل في سكر دي، تمام. بيستخدموها في اشياء كتير، يعني ممكن تتاكل زي ما احنا شايفين كده خضرة مفيش اي مشكل خالص. ممكن ان هي بتتسلق، وممكن بيشوها، ممكن بتتسلق وتحط عليها زبدة كده، ممكن بتحط عليها زبده برضو مع شويه توابل كده، يعني المهم ان هي بتتاكل بطريقه ظريفه جدا وحلوه جدا. وفي اوقات في الذره الصفراء ان في الناس بتجمدها، الناس بت ايه؟ الناس بتجمد الذره الصفراء، بتتقص الكوز كده من هنا وبتقص من هنا الحته الصغيره من هنا وحته من هنا، وبتاخد دهوت بتبرشم في بلاستيك، البلاستيك المضغوطة، لو بتفرغ الهواء في ماكينات بتفرغ الهواء اللي في الذرة دهوت، وبيتحط بالتلج عادي، حط في الفريزر وبيستخدموه في الشتاء. احنا دلوقتي اصلا المفروض يعني بنستخدمه في الشتاء. هو طبعا بالنسبة لزراعته بتزرع في عروتين يا جماعة، تمام، او على حسب هنا جميل والله، بيتزرع في عروتين. افضل معاد ليه ان هو يتزرع في، يعني في ناس بتزرع 15 8 في دول الخليج، لا المفروض الجو بيبقى حر شويه، وفي مشكله في عمليه التلقيح او الكوز ما بيبقاش كويس نتيجه ان حبوب اللقاح بتموت، حبوب اللقاح اللي هنا ده اهي، تمام، لما بتنزل دي الزهره المذكره، لما بتنزل على الزهره المؤنثه تحت هنا بيحصل ان ديت بت ايه، ان هي بتموت، تمام. ف بنوصي بان احنا بنزرع في اول 9 ميعاد كويس جدا، اول 9 اول سبتمبر، تمام. ايه العروه الثانيه ممكن تزرعها في بدايه مارس او في نص شهر فبراير اللي هو شهر 2 ميلادي، تمام. دي مواعيد الزراعه بتاعته اللي بيكون فيها الذره السكريه كويس، تمام. الذره السكريه في الصيف بتكون رخيصه، ولكن العروه اللي احنا فيها ديت قد يصل ثمن الكرتونه الواحده في بعض دول الخليج لحوالي 5-6 دينار. الكرتونة الواحدة بيبقى فيها 8 حبات من الذرة ده هو، تمام، 8 حبات من الكوز اللي انت شايفه ده، 8 حبات تقريبا، في بعض الاوقات بيوصلوا كمان حتى ل 7-8 دينار، يعني للكرتونة الواحدة تقريبا ريال، قصدي دولار امريكي، تمام، الكرتونة الواحدة. طيب بالنسبة للكثافة النباتية بتاعته يا جماعة، احنا اولا بنجهز الارض تجهيز عادي خالص، تمام، ما بيحتاجش تسميد كتير من اللي بالك فيه. بتجهز الارض وتخططها على 70 سنتي، يعني انا عندي مصطبة اهي قدامك اهي، تمام، دي المصطبة دي فيها خطين، المصطبة ديت 140، ادا خط اهوت وادا خط تاني اهو، تمام، ادا خط اهوت وادا خط تاني اهو، تمام، ديت بنزرع على ال 140 سم، كمل الفيديو بس للاخر الله يهديك، بنزرع على ال 140 سم المصطبة عليها خطين اهوت، يعني الخط الواحد واخد العرض بتاعه 70 سم، بنزرع على 20 سم زي ما انت شايف اهوت، شبر اهوت ومش واخد كمان، تمام اهو، تمام. طيب
بالنسبة للكثافة النباتية في الفدان تقريبا بنزرع 25,000 نبات للفدان، 25,000 نبات للفدان مع التغذية الجيدة بيجيب كوزين زي ما انت شايف اهو ده في الاول تمام، ولا اهو بيجيب برضه كوزين اهي تمام، يعني معظمه جايب كوزين تمام، وقد يكون مع التغذية الجيدة الكوز الاول هيبقى كويس والكوز الثاني برضه هيبقى نص نص يعني هيتباع برضه تمام، مع التغذية السيئة الكوز الاولاني هيبقى كويس الكوز الثاني لا يمكن يبقى كويس اطلاقا طبيعي تمام. دي الكثافة النباتية تمام، 25,000 نبات للفدان، الفدان طبعا 4200 متر. حطيت سماد العضوي اهلا وسهلا بحضرتك، ما حطيتش سماد عضوي برضه ما عندناش مشكلة طالما الارض عندك خصوبتها كويسة ما عندك مشكلة خالص تمام، توكل على الله وازرع. الزرعة بتاعته البذرة بتاعته غالية شوية تمام، ولكنها انتاجها في اللي بيقدرها او الشعوب اللي بتحبها طبعا كويسة جدا وبتدر سعر كويس جدا تمام. حتى التسميد بتاع الذرة السكرية بنسمده بمعدل تقريبا، يعني الفدان هنا واخد له في الاول خالص، طبعا انا سميت عضوي لان انا بزرع وراه بطاطس بدون ما اعمل اي حاجة خالص في الارض، يعني انا هحرد وهزرع بطاطس على طول تمام. بالنسبة للتسميد بتاعه انا سميت عضوي تمام، وبنبدأ نديله دفعات يوريا 46، بنديله اربع دفعات، الدفعة فيهم بتبقى 15 فدان في مية الري بالتنقيط، 15 كيلو قصدي للفدان، يبقى 15 كيلو للفدان على اربع دفعات. وفي بداية النبات بعد مرور 20 يوم من اول بداية النبات كده بنبدأ ندخله حوالي 15 كيلو للفدان سماد عالي الفوسفور تمام، سماد عالي الفوسفور 15 كيلو، وبنديله ثلاث دفعات يوريا على مدار كل اسبوع دفعة تمام، في بعد ال 20 يوم الاولى او بعد ما بنخفه. يا جماعة على فكرة الذرة ده هو او الذرة السكرية ده لازم يتخف لانه بيطلع خلفات كتيرة قوي من تحت تمام، فبنخفه. على فكرة الخف ما بيبقاش شايل عود من نفسه، لا يعني ما فيش كثافة نباتية عالية لا، ولكن العود نفسه في الدورة السكرية بفرع زي ده التفريع في الاخر خالص، بس في الاول كان في تفريع زي ده قد العود ده نفسه تمام، فبنشيل التفريعات الجانبية ديت. وعلى فكرة هي ما بتبقاش مرة واحدة، ده بتبقى اكتر من مرة، ممكن مرتين بنشيل التفريعات دهيت، وقد نضطر لو الخصوبة بتاعت الارض عالية والمسافة بين العود والتاني عالية بنضطر نخف ثلاث مرات تمام، كل الخلفات او التفريع القاعدي بلغة الزراعيين يعني ده بنبدأ نشيله تمام. طيب بعد كده زي ما قلت التسميد بنضيف له ثلاث دفعات او اربع دفعات يوريا 15 كيلو للفدان، ودفعه بتبقى عالي فوسفور في الوقت اللي زي دهوت ممكن نضيف له 15 كيلو سماد نترات كالسيوم بوتاسيوم، او ان انا بضيف سلفات بوتاسيوم او 12 36 دفعتين، الدفعة 7 كيلو يعني 15 كيلو للفدان، وبكده بيبقى عندك ذرة بسم الله ما شاء الله ولا اروع. على فكرة انا محمل عليها قرع يا جماعة، قرع عسلي صنف السكت ده اهو، صنف ممتاز جدا ده، هتشوف انت قرع عسلي متحمل كتير، بس فاد من القرع العسلي تحت، وبرضه عشان اخف الذرة فوق يعني تمام. ندخل هنا شايف دي في طبر فيروس اهو تمام، شايفينه. ندخل نشوف الجرع، بسم الله الرحمن الرحيم، جرع عسلي اهو ما شاء الله، اهو ما شاء الله جرع عسلي اهو تمام، يعني محمل عليه جرع عسلي برضه تمام. ده الذرة السكرية. بالنسبة لمكافحة الآفات والحشرات طبعا الذرة في مشكلتين، حتى الذرة العادي ده فيه مشكلتين يا جماعة. أول مشكلة فيهم هي مشكلة المن، تاني مشكلة هي الدودة القرضة تمام. المن والدودة القرضة أنا بجيب من بدايته كده تمام. خد بالك الذرة مشكلته في الدودة إن هي بتنزل في الغمد، في الغمد بتاع النبات ده، هو صغير قرطاس يعني ده، بتنزل في الغمد، فدي مشكلتها إن هي لازم يكون لها مبيد قوي
وما تحاولش انك يعني تسيبها لحد ما ايه يعني بدايه ما تظهر او حتى قبل ما تظهر يا ريت بترش مبيدين. انا جبت البوركليم مره مع اللمباده تمام، او ومره جبت الافانت برضو مع اللمباده ورشيت ما شاء الله مفيش اي حاجه خالص، حتى كانت فيه في البدايه ضوء كان فيه الدوده كانت منتشره بشكل رهيب يعني، بس هم الرشتين دول يعني الرشه الاولى بعد 20 يوم من الانبات، الرشه الثانيه بعدها ب 10 ايام بتلاقي امورك كويسه جدا جدا جدا. ده الذره السكريه، يعني نتمنى كلنا ناكل ذره سكريه ونزرع ذره سكريه، يعني على فكره هي بتميل للخضر مع انها محاصيل يعني بس بتميل للخضر. يعني حاجة والله جميلة جميلة جميلة. واللي زورنا الكويت احنا تحت امره ناكله ذرة سكرية مش اي مشكلة خالص، بس خد بالك برضه هتشتري. والكرتونة ب 10 دينار. اوكي؟ السلام عليكم.